بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار. Apel pagi hari Selasa tanggal 24 September tahun 2024 akan segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Anak sekalian, mukayam ini berbeda dengan program outing kewa yang lain, di mana kalau program outing yang lain itu sifatnya membantu peningkatan akademik, maka mukayam ini fokusnya peningkatan kemampuan leadership. Adik-adik sekalian, perlu kita pahami bahwa konsep leadership atau kepemimpinan itu bermacam-macam. Kepemimpinan Islam dengan kepemimpinan non-Islam itu berbeda. Di antara perbedaan yang signifikan adalah bahwa kepemimpinan Islam itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang diharapkan dari seorang pemimpin adalah ridha Allah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.